السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وليداس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الدروس التقديمية اللي كنقدموا على القناة ديالنا. دونك وليداس، كيف ما كنت وعدتكم أولا كيف ما كنتوا كتسناو الدرس المهم بزاف اللي كنت صراحة من خلال الرسائل ديالكم شفتكم أنكم متشوقين أنني نشرح لكم هذا الدرس بطريقتنا. الحمد لله كل شيء أستاذ، الدرس عدد الوقت ديال هضرناه في القسم مازال ما فهمناش أستاذ، الدرس راه شفناه مازال ما فهمناش بالضبط، عافاك أستاذ حاول أنك ديروه. دونك اضطريت أنني إن شاء الله أنا غندخلوا لهذا الدرس وغادي نقسموا المجموعة من الحلقات باش أنكم أنتم وليدات أنكم تستافدوا منه. الدرس ديالنا ديال اليوم درس الأعداد العقد، سكون أبيل لي كومبلكس أو بيان سكون أبيل لي نومبر كومبلكس. غادي نتعرفوا اولا في هذا الفيديو هذا، غنديروا تقديم لدرس الاعداد العقد ديال شنو كنقصدوا بها، كيفاش جات، شنو يمكننا نديروا بهذه المجموعه الاعداد العقديه، شنو مجموعه من الخصائص غادي ندويو عليهم ان شاء الله. من قبل بغيت نوضح واحد المساله فيما يتعلق بدرس الاعداد العقديه. الدرس اكيد التنقيطه ديالو في الامتحان الوطني كتكون عليه 3 ديال النقاط، حنا متفقين ان اغلبيه الامتحانات الوطنيه درس الاعداد العقديه كتكون عليه 3 ديال النقاط الى اكثر، الى كثر كثر كتكون عليه 3 نقاط ونص. درس مهم، قواعد كثيرة أعترف، نعم قواعد كثيرة، بزاف ديال الخاصيات خاصنا نعرفوها، بزاف ديال المسائل خاصنا نعرفوها، خصوصا وأن درس الأعداد العقدية عنده ارتباط بالهندسة، يعني مجموعة من المسائل الهندسية غادي نستنتجوها بالاعتماد على درس الأعداد العقدية. هادشي اللي كيخلي نوعا ما أنه درس صعيب، لكن عند ممارسة هذا الدرس وأنك تكون عندك احتكاك مع القواعد ويكون عندك احتكاك مع الخاصيات ديالو أكيد ما غيبقاش عندك مشكل. فقط كنتمنى منك انك تنجز التمارين تكون متنوعه، اكيد غادي نشوفوا مجموعه من الخاصيات غادي نعاونكم فيها، مجموعه من تقنيات الحساب وان شاء الله ما غاديش يبقى عندنا المشكل. اذا وليدات غادي نطلقوا ان شاء الله ونبداو رحلتنا مع الاعداد العقديه، وغادي نبداو باول مساله تعريف الاعداد العقديه. خاصنا نعرفوا وليدات ان قبل ما نتكلم على الاعداد العقديه غادي نتكلم على ما يصطلح عليه بمجموعه الاعداد العقديه، يعني سكون ابيل لونسامب دي زيليمون كومبلكس او بيان مجموعه الاعداد العقديه التي نرمز لها بالسي. هاد السي هادي هي مجموعة جديدة، اشنو كتسمى؟ كتسمى لونسومبل دي زيليمون كومبلكس، يعني مجموعة الأعداد العقدية. غتقول لي أستاذ شنو هي هاد المجموعة؟ أكيد هي مجموعة جديدة، واحد لونسومبل جديد اللي ولا عندنا دابا. حنا كنعرفوا الخدمة ديالنا من السيزيام أو لما قبل ما نديروا الأعداد العقدية كنا كنعرفوا أننا كنخدموا فقط في مجموعة الأعداد الحقيقية، لونسومبل دي زيليمون غيال، يعني الأعداد الحقيقية هي اللي كنعرفوا، هي اللي كنخدموا معها وهي اللي كنتعاملوا معها. دابا جاتنا مجموعة جديدة، هاد المجموعة هادي هي أكبر من المجموعة آخر، وبالتالي مجموعة سي بالنسبة لنا حنا في البروغرام ديالنا هي أكبر المجموعات، تسمى مجموعة الأعداد العقدية. تسمى ماذا؟ تسمى مجموعة الأعداد العقدية، مجموعة الأعداد العقدية، يعني لونسومبل دي زيليمون كومبلكس. واخا اكيد في طبيعتنا في الرياضيات انه كل ما كنعرفوا واحد المجموعه كنعرفوا العناصر ديالها، لي زيليمون ديالها، اشكون هما هاد العناصر هادو، اش يمكن لي ندير بهم. اول حاجه ملي كنتكلموا على مجموعه الاعداد العقديه اكيد واحد المجموعه التي تحتوي كونتان دي زيليمون، تحتوي على عناصر. هاد العناصر اللي كاينين في هاد المجموعه هادو اش نتفقوا الناس؟ قال لك اتفقوا الناس اننا غادي كل عدد ينتمي الى مجموعه الاعداد العقديه يسمى عدد عقدي نرمز له بزاد، يعني سابيل ان اليمون كومبلكس كونوت باغ زد، كيتسمى زد، اش كيتسمى؟ يسمى عدد عقدي، يسمى عقدي، عدد عقدي، اليمون كومبلكس نسبة لكونه ينتمي الى مجموعة الاعداد العقدية. اش قالوا لنا الناس؟ قالوا لنا ان كل عدد عقدي يكتب بكيفية واحدة، سيكري دون مانيير اونيك افيك لا فاسون سويفونت، اشنو هي؟ هي ا بلس اي بي. شوية عليك عافاك. قالوا لينا الناس ان هاد العناصر، ان هاد المجموعه هادي اللي هي مجموعه الاعداد العقديه، العناصر اللي فيها كيتكتبوا بواحد الكيفيه واحده. كيفاش كيتكتبوا؟ على شكل زد يساوي ا زائد اي بي، اي حاجه على شكل ا زائد اي بي تسمى عدد عقدي. سهله، اعطيك مثال، مثلا 5 زائد 3 اي هذا عدد عقدي، 1 زائد اي عدد عقدي، 2 عدد عقدي، لان مجموعه سي هي مجموعه كبيره، وبالتالي فان ار هي ضمن السي. اذا كان العنصر عدد حقيقي راه يمكننا نقولوا انه عدد عقدي. واضحه وليدات؟ مساله بسيطه جدا، نجيو نوضحوا هذه المساله هذه. ملي كنتكلموا على هذا العنصر ا اللي كتشوف هنا اش كيتقرا؟ كيتقرا الجزء الحقيقي لزاد. اش كيتقرا؟ كيتقرا الجزء الحقيقي لي زاد، وكنكتبوا الغيال دو زاد، يعني لا بارتي غيال. اشنو كيتقراو؟ لا بارتي غيال، يعني الجزء الحقيقي لزاد.
متفقين بي هاد بي اللي كتشوفنا بوحدو بوحدو بي بلا اي اش كيتسمى يسمى الجزء التخيلي لا بارتي ايماجينير لا بارتي ايماجينير دو زد ونرمز له ب ام اي ام دو زد يعني ليماجينير دو زد واضحه ا كيتسمى الجزء الحقيقي بي كيتسمى الجزء التخيلي مثلا في هاد الامثله اللي خدينا هنا خمسة يسمى جزء حقيقي وثلاثة كتسمى جزء تخيلي واضحه يعني بارتي ايماجينير بارتي ريال تقول لي استاذ وداك اللي عندك تما هاد اللي عندنا هنا استاذ هذا يسمى عدد تخيلي اش كيتسمى يسمى عدد تخيلي نومبر ايماجينير هذاك اي تقول لي استاذ هذا شنو هو عمرنا شنا عمرنا ما تعاملنا حتى حنا خويا بحالنا بحالك ما كنعرفوا عليه والو كنعرفوا عليه حاجه وحده اشنو هي ان اي اس 2 جديد كيساوي ناقص 1 بلاتي بلاتي تقول لي استاذ بلاتي 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 غتوقف الفيديو غتنزل دير كومونتير استاذ شنو هذا الشيء انا غنقول لك شنو هذا الشيء هذا العدد التخيلي اللي كتشوف هنا اللي سميتو اي ما كنعرفوا عليه والو بحالنا بحالك اشنو كنعرفوا عليه ان اي اس 2 كيساوي ناقص 1 المربع كيساوي عدد سالب امتى في الحاله ديال العدد العقدي وفي الحاله ديال اي واضحه وليدات دونك هذا هو الجديد عندنا مدرسة الاعداد العقديه مزيان دونك ملي كتسول دماغك اولا ملي كتعرف كل حاجه منين جات دابا وكتسول دماغك اجي هاد المجموعه هادي كنعرفوا حنا الخدمه ديالنا اللي كنا كنديروا في اخ كنا الا شدينا عدد مع عدد يمكننا نجمعوهم يمكننا نضربو يمكننا نديرو القسمه يمكننا نديرو الطرح يعني كنديرو العمليات الاعتياديه لي زوبيراسيون ايزويال اللي كنعرفو اسيدي قلنا لك حتى في مجموعه العدد العقدي سي راه العمليات اللي كنديرو في اخ هي امتداد للعمليات العمليات اللي كنديرو في سي هي امتداد للعمليات في اخ بمعنى داكشي اللي كنتي كدير في اخ يمكن لك تبقى ديرو حتى في سي بمعنى تقدر تشد عدد عقدي مع عدد عقدي تقدر تجمعهم وتقدر دير الفرق ديالهم وتقدر دير الجوده وكما تقدر دير القسمه يعني العمليات كيبقاو صالحين واضحه وليدات هذه المساله الاولى المساله الثانيه الكتابه كل عدد عقدي كيكتب بهذه الكيفيه هذه على شكل زاد يساوي ا زائد اي بي نتمنى وليدات ان هذا التقديم من الاستحسان ديالكم وانكم ما تعرفوا كل مساله لان شوف خاصك ضروري تعرف هذا الشيء لان من القدام غادي نولي اوتوماتيكمون نقدر نقول بارتي غير انت خاصك تفهم شكون هي تشوفها بعينك تعرفها شكون هي واضح اذا وليدات نتمنى ان التقديم من مجموعه العدد العقديه انه ينال الاستحسان ديالكم خليكم متابعين مجموعه من الحلقات المرتبطه بهذا الدرس هذا اللي غادي نفهموا بها ان شاء الله خطوه بخطوه ما غيبقاش عندنا درس العدد العقديه عندنا معاه مشكل وتسناو مجموعه من التقنيات ومجموعه كيف ما كنقول دائما بين قوسين القوالب اللي عندها علاقه بالامتحان الوطني لذلك الا كنت وليدات انت متابعين ديالنا او كذلك كنتي من مستوى ثاني بكالوريا كنتمنى انك تبارطاجي الفيديو خلي كومنتير وجيم واتمنى انه ينال الاستحسان ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في موعد اخر ان شاء الله.